How are you؟ كيف حالك؟ How are you؟ كيف حالك؟ Listen and write and mime. Cold. أنا بارد. Happy. أنا سعيد. Tired. أنا متعب. Hot. أنا ساخن. Fine. أنا جميل. Scared. أنا مندهش. Worried. أنا قلق. Angry معنى غاضب. Sad معنى حزين. تبقى معي. I'm happy. أنا سعيد. I'm happy. I'm sad. أنا جد حزين. I'm sad. I'm tired. أنا متعب. I'm tired. I'm angry. أنا فعلا غاضب. I'm scared. أنا مندهش. I'm worried. أنا قلق. I'm cold. أنا بارد. I'm hot. ساخن. I'm fine. جميل. I'm happy. I'm sad. I'm tired. I'm angry. I'm scared. I'm worried. I'm cold. I'm hot. And I'm fine. إذن قدمت لكم تصحيح الأنشطة الخاصة بالصفحة الرابعة من Activity Book. أقدم لكم أيها التلاميذ الأعزاء تصحيح الصفحة 5. هذه تبين لكم هنا صحيح صفحة 5 من سوبر ماجيك أكتيفيتي. How are you؟ كيف حالك؟ How are you؟ إذن فات سؤال قال لكم Who's speaking؟ من المتكلم؟ Read, match and write. مثلا I am hot. هذا الشخص هذا هو المتكلم. Hot. أنا الجو حار. I'm angry. تبين بأن الشخصية هذه angry. أنا غاضب. I'm angry. لاحظوا الشكل ديال الوجه ديالي. I'm angry. I'm scared. أنا إنني في ذهول. I'm scared. إذن هذا هو القلق. I'm worried. بالنسبة للشخص هذا. I'm worried. I'm fine. بالنسبة للشخص هذا. نعيد معي مرة أخرى. I'm hot. I'm angry. شوفوا الشكل ديال الوجه. غاضب. I'm scared. I'm worried. أنا قلق. I'm fine. أما باقي الشخصيات مختلفة تماما. I'm hot. I'm angry. I'm scared. I'm worried. I'm fine. أقدم لكم تتمة لتصحيح الأنشطة الخاصة بكم بأسلوب التيني ابتدائي تاع
تعلم اللغة الإنجليزية بطريقة ذكية. مثلا كاين الفرق ما بين هي أند شي، هي بالنسبة لهو خاص بالمذكر، وشي من هي خاصة بالمؤنث، هي أند شي. لاحظوا جيدا هذا الشيء، تلقاوه في صفحة 6. She's cold. لاحظوا جيدا She's cold، إنها باردة. He's scared، معناها مليء بالمفاجأة ومرعب. He's scared، إلي فخي. She's happy، عيدوا معي. She's happy، إنها سعيدة. He's tired، إنه متعب. She's scared، إنها مرعبة. He's cold، إنه بارد. She's tired، إنها متعبة. He's happy، إنه سعيد. She's cold، إنها باردة، مصابة بالبرد. He's scared، إنه مرعب. بس أنا يمكن لكم تكتبوا واحد النص. How is your best friend today? Draw and write. إذا الفعل ما كان يمكن رسم صديقك أو الصديقة ديالك في ذلك النهار. Today he's happy, nice and fine. I like him. مثلا هذا قدمت لكم صحيح صفحة 6 من activity book الخاص بالمستوى الثاني ابتدائي.